العالم والوطن هكذا نرددها دوما أيها الأحبة، أيها السيدة الفخمة للغاية في مدرجات مرسو البارك بسقف الفار رائد الزهراني، كل التوفيق لبقية طاقم التحكيم، حضور جماهير حاد من أمام الخليج في المباراة السابقة التي أقيمت عصر هذا اليوم، وكيسلي كونان كذلك سلطان الغنام عبد الله خيبري لويس يبحث عنها في هذا المساء، سامي جريس يطلق صافرته، عبد الله الباطن بقوة بلا جس نبض بحثا عن الهدف الأول من بدري من بدري من بدري، كاد أن يفعلها رونالدو وكاد دروزا لمصلحة الباطن، ركان الشملان من كان يرتدي شح النصر والباطن، الباطن سبق أن حقق الفوز على في الميركاتو الشتوي، عبد الله اليوسف الجهة اليسرى، الباطن في الهجوم الباطن في الهجوم، نواف العقيدي بيخلصها، مادو يسقط فيها، الصافرة موجودة من سامي جي إلى ماشا ريبوف، ما في مساحات معطينا للنصر، ماشا يبحث عن المساحة، غريب يبحث عن النهاية، الكنترول يفرق في اللقطة الماضية، غريب الكرة عدت من عبد الرحمن الحلول من مين؟ هو غريب، هو غريب في الجهة اليسرى عرضية، الله شوف طلب الكرة في المساحة بشكل جميل، تعدى وتجاوز بسام والعرضية باتجاه سامي، مرت يا نجعي مرت يا نجعي، غريب كان يبحث فيها عن سامي عن كريستيانو عن يوسف أيضا فواز، والتمريرة باتجاه أندريا بوكية، العرضية إلى رينزو بالرأس، رينزو على طول وقت تسجيل الهدف، سامي يطلق صافرته، لقطة أندريا بوكية، عرضية الكونغولي، رأسية رينزو، هل كان فيها دفع على رينزو؟ هل رينزو لو